كما استقبل مطار العريش طائرة مساعدات قادمة من الأردن على متنها 15 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذا بالإضافة لاستمرار دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح البري واستقبال الجرحى والمصابين، حيث شهد المعبر اليوم دخول أكثر من 100 شاحنة مساعدات بالإضافة لعدد من شاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن حجم الشاحنات المصطفة في مدينة العريش أو أمام معبر رفح، المعبر اليوم استقبل أكثر من 100 شاحنة دخلوا بالفعل لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة للتوجه إلى قطاع غزة. من ضمن هذه الشاحنات والقوافل أيضا التي وصلت اليوم هي قافلة بيت الزكاة و الصدقات المصري. هذه القافلة هي القافلة الخامسة لهم وتتكون من 100 شاحنة بها أكثر من 2000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ولكن هذه القافلة تركزت على المستلزمات الطبية نظرا لحاجة القطاع في قطاع غزة لهذه المستلزمات. وكل هذه الإجراءات تتم بالتنسيق بين سلطات هذه الدول وسلطات الدولة المصرية في تقديم مهمة وتسهيل مهمة عملهم داخل محافظة شمال سيناء دعم الأشقاء الفلسطينيين. إذا مجهودات كبيرة تتم أيضا في مسألة تجهيز خط إنتاج رغيف الخبز للوصول كمرحلة أولى إلى 25,000 رغيف، ثم الوصول إلى 50,000 رغيف يوميا سيقدم لأهالي غزة دعما لهم بالطبع خلال شهر رمضان المبارك. هذه هي صورة عن الجهود المصرية المبذولة في مدينة العريش ومعبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. عودة إليكم مرة أخرى.